البداية من هنا، صدور الدجاج قطعناها شرايح بسماكة خفيفة جدا زي البفتيك، وبعدين حطيناها على ورق الزبدة في التوستر ولا يسموها الشواية لحد ما طلعت بالشكل هذا. هذه المرحلة الأولى، هنستمر بالعملية هذه وبعدين نقول لكم المرحلة الثانية كيف هنكمل الطبخة. وهنا بعد ما تحمر الدجاج من الناحيتين واستوى هنحطه في صينية زي هذه حقت البهائية. وعندنا هنا زعفران مع سكر نبات مطحون، دقيناه في النجر، وعندنا عصير برتقال مع عصير ليمون مع قشر البرتقال مبشور مع إكليل الجبل ومع ريحان وزيت زيتون. بعد كده بعد ما يسخن الطبق هنا هنطش هذه الخلطة عليه مع الزعفران، طبعا حينحط هنا الزعفران مع المكون هذا كله والمكونات هذه. نرجع لكم بالنتيجة النهائية. والآن نستعد للمفاجأة، اللمسات الأخيرة. احنا عندنا هذا عصير البرتقال مع الليمون مع زيت الزيتون مع إكليل الجبل مع الزعفران مع سكر نبات مع زيت الزيتون، وهذا هو سر الطبخة هنا. هذه من أفكاري يعني. هننزل الطريقة هذه، نسقيه وعلى طول نروح ايش؟ كامرين كده عشان يتشرب الأشياء هنا. هذه كلها حتى في ملح في هنا كان. فأصبحت الآن جاهزة. الأكلة تتاكل مع خضار سوتيه، عيش فرنسي، ممكن نسوي جنبها رز اللي يحب الرز أو أي شيء آخر. وبالهنا والعافية على اللي حياكلوه.